ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من المواهب التي أبدعت في مادة الريزن. تمزج الألوان والأشكال أعطى لهذا الفن جمالاً يجذب الأنظار إليه. أولاً هذا من منتج من منتجات الريزن. الريزن هو نوع من الراتنج. الراتنج تتاخذ من الأشجار، هي مادة صمغية زي الغرة، تستخدم دائماً. الراتنج هذه لها عدة أقسام، تقريباً 86 نوع، منها الايبوكسي. هذا لازم يستخدم خلط بين المصلب والهاردزن عشان يتصلب كده، لازم بنسب معينة. في عدة شركات، كل شركة لها نسبة معينة في طريقة الخلط. ركزت في مادة الريزن وحاولت أني أنا أسخرها في نفس مجال عملي، واستخدمها في الأسلحة، في دمجها بين الأخشاب بطرق فنية. يعني سهلة التعامل، ولكن يبغى لها تعامل بحذر، يعني لأنه يعتبر منتج كيميائي، في تفاعلات وفي أبخرة وفي غازات، لازم الواحد يعني يأخذ الاحتياطات من كمامات، من جوانتيات، من يعني لابد أنه يكون في حذر. فن المفاجأة التي يجعل النتيجة النهائية خارج صندوق فكرك، هذا هو مكمن السر الذي يجعلك تستمر فيه لتبدع وتكتشف فيه كل مرة سرا جديد. فهذه الفكرة من المرجحة أنه هي عمل بسيط بإضافة بسيطة بيمكن العميل أنه هو يتحصل على حاجة رائعة ما هي متوفرة في السوق بأقل التكاليف. لمسات رائعة، هي خشب أبيض عادي أضفت عليه مواد حافظة عشان يتحمل الحرارة وعوامل التعرية، بالإضافة إلى طبقة من الرزن عشان تعطيه لمسة جمالية، فهي حاجات آمنة وتستعيش معك فترة جدا طويلة. أعمال اللي هي عبارة عن ساعات جدارية اللي موجودة هنا عندنا، بتكون نحت على الخشب وصب عليها الرزن مع خلط الألوان. في عاملة كذا نموذج، في نموذج اللي هو خلط الخشب مع الرزن، وفي اللي هو خلط الرزن مع ألوان الأكريليك. عندما يعمل الفنان بحب وشغف يظهر الفن والإبداع في كل ما ينتج. واليوم المبدعين يحولون مادة الريزن بفكرهم المختلف والمتجدد لأعمال فنية تضفي للمكان مناظر جمالية. لقناة الإخبارية، غفران مكي، جدة.